عفيت هاد الحياة مرتو دوايا قاع ما صبتو بشر كيحاسب حل الله ما كاينش على رقبتو خلاقيت بوحدي وغنموت بوحدي كي بقيتو كي غبتو راه ما خلاقيناش باش نرضيوكم بالكم واش دختو ما كنخافو حضر الكسدا غير الله كتركع وراه غي كنقراك ليش تيني في صبعي كنرضع صاحبي لا ما غتفيدنيش راه ما عندك باش تنفع كون راجل ندخل معاك في العافية وقع ما نرجع فور ميطاب كون درويش اللي باغي تعيش فور ميدابل وما كاينش اللي ما يبغيكش راه في كل ليطاب غدوزها غتفهم بلي مغير المعقول شي حاجة اخرى ما فيش دخلوا داري ونهار دقيت في باب وما يما ما دخلوني وما حلوليش ياكلوا مع الديب وتا يبكي وما سارحة يما مخلوقات ما تفهموليش دخلوا داري ونهار دقيت في باب وما يما نخلوني وما حلوليش ياكلوا مع الديب وتا يبكي وما سارحة يما مخلوقات ما تفهموليش خويا ديالي راه البالون غايت بوم بالك لنفختي اكتر من حقه سافر قادرناهم حطيناهم فوق الراس بالعلودة خوز القو عادي 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 تلاحينا في بحار الرجل معاهم بوحدهم غرقو أبار الجيب عقلهم وشغلهم فاضي ما خاصهم شك في النقبار خاصهم يتحرقو نخلوني وما حلوليش ياكلوا مع الديب وتا يبكي وما سارحة يما مخلوقات ما تفهموليش دخلوا داري ونهار دقيت في باب وما يما نخلوني وما